مرحبا شباب وصبايا، انا جورج كسيس، انا من بيت جالا وانكبلت هاي السنه بجامعه روشستر مع منها وطالب هناك بشهر 8. بنصح لكل حدا حابب يدرس بامريكا يتواصل مع الادوكيشن يو اس اي اللي راح يساعدوه كثير زي ما ساعدوني من ضمن برنامجهم اللي هو السي سي سي اللي هو الكومبيتيتيف كوليدج كلاب. راح يساعدوك بالتحضير للامتحانات زي السات والتوفل عشان تقدم للجامعات، وكمان راح يساعدوك بالايسي رايتنج وكيف تقدم الطلبات للجامعات. بنصحكم انكم كثير تهتموا في نشاطاتكم الخارجيه، لانه الجامعات في امريكا بيهتموا للنشاطات زي ما بيهتموا للعلماء. وكمان بنصحكم تقدموا بدري، ما تستنوا لصف 12، بلشوا من صف 11 عشان انه الاليه تقديم الطلبات لامريكا كثير طويله. Good luck to you all.